من إدارة المعهد ووكلائه والسادة أعضاء هيئة التدريس وزملائنا من الهيئة المعاونة والعاملين بالمعهد، وكذلك أتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور أمين المؤتمر الأستاذ الدكتور عبد الله عبد الفتاح وكيل المعهد. أتقدم أيضا بالشكر للإدارة السابقة برئاسة الأستاذ الدكتور السيد مشعل عميد المعهد السابق. في الحقيقة نحن حلقات تسلم المسؤولية لبعضها البعض، وحلقات تتكامل لكي تقوم بعمل صالح لصالح هذا الوطن وهذه الجامعة. ولذلك نقول لمن أدى واجبه شكرا لقد أديت ووفيت، ونقول لمن ائتمنه الله عز وجل على هذا العمل أعانك الله وأيدك ووفقك وسدد خطاك لصالح هذه الجامعة وهذا الوطن وهذا المعهد. في الحقيقة يمكن عندما أصبحت مديرا لجامعة القاهرة أيقنت أهمية وحدات علمية فيها لم يكن يدور بعقلي أو بتفكيري قيمة هذه الأهمية، وأنا أسير من أمام معهد الدراسات والبحوث الإحصائية أو غيره، ولكن هذا الإدراك لهذه القيمة أكد لي أن التفوق والتقدم سهل ويسير إذا ما تمسكنا بأسباب العلم وتمسكنا بأسباب الحياة التي جعلها الله مقدمة للنجاح والفلاح. فمن يرتضي لنفسه أن يعيش حياة عشوائية بلا تخطيط ولا تنظيم ولا تقدير فإنه خرج من قيمة الإنسان إلى محيط آخر تماما. فعندما خلق الله الإنسان أعطى له عقلا يدبر في محيط الكون بقدر الله فيتقدم به وينفع الناس، وبقدر ما يتقدم وينفع الناس بقدر ما يرضى عليه خالقه. ولذلك نحن يجب أن نخرج من العشوائية التي نعيش فيها كأفراد وكمؤسسات وكدولة وكوطن، ولا يمكن الخروج من هذه العشوائية إلا بالعلم. ولعل علوم الإحصاء وعلوم الحاسب هي من العلوم الدوافع والأساسية التي يمكن أن تحول عيشة الإنسان العشوائية إلى عيشة منظمة. فقبل أن يتخذ قرارا ينظر كيف يتخذ هذا القرار. أيضا لابد أن الله عز وجل عندما خلق الأرقام والحسابات وألزم الإنسان أن يتفقهها ويتدبرها كان له حكمة في ذلك، ومن ثم لا يمكن أن نتقدم إلا بهذه العلوم التي أهملناها مدة طويلة من الزمن. ولذلك أحيي هذا المؤتمر وأحيي معهد البحوث والدراسات الإحصائية الذي
انتظم فيه هذا المؤتمر لمدة 49 سنة. هي مدة طويلة وإن ظل شابا كما هو عميد المعهد ما زال في طور الشباب. ومن مميزات يمكن طريقة اختيار العمداء في حقيقة الأمر، وإن كنت أنا دائما كنت مع الانتخاب، إلا أن كل أسلوب في الدنيا له مميزات وله عيوب، كل طريقة بشرية. لما من مميزات هذه الطريقة في جامعة القاهرة الآن تلك مشاهدتي، أن كل العمداء الذين عينوا كانوا شبابا، لذلك أنا في الحقيقة متفائل جدا بمستقبل جامعة القاهرة، ومتفائل جدا بما سوف تحدثه هذه الإدارات الشابة من تغيير، لأنه الإدارة بالرتابة والإدارة بهكذا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد هي السم القاتل الذي يقتل كل تميز وكل إبداع. نحن نريد أن من يأتي يجب أن يضيف، هكذا خلقنا الله خلقنا الله عز وجل مختلفين في أدياننا، في مذاهبنا، في أشكالنا، في هوانا، في حبنا، في كرهنا، في كل شيء، ولذلك لا بد أن نظل مختلفين. ولذلك من يريد حمل الناس على أمر واحد هذا يخالف سنة الله في خلقه. هذه مسألة مهمة جدا. ربنا سبحانه وتعالى قبل الناس مختلفين في ملكه ويرزقهم ويسعهم ملكه، ولذلك البني آدمين بعد كده مش قادرين يتصوروا نفسهم مختلفين يخالفون سنن الله في خلقه. نحن نريد إدارة بالإضافة، ولن تكون ذلك إلا بناء على معلومات وإحصاءات واستخدام للعلوم الحديثة في الحاسب الآلي. ذلك أهمية هذا المؤتمر مهمة جدا، أن يوفر أرقاما وأعدادا منضبطة لمتخذ القرار. لا يستطيع أحد أن يتخذ قرارا إلا إذا كان لديه قاعدة أساسية. يمكن أنا مش بتكلم بمصطلحات علمية منضبطة، إنما أنا بتكلم في الحقيقة كمواطن عادي موجود في قلب حدث من الأحداث ولديه هموم ولديه مشاكل وكل يوم بيقابلها وكل يوم لديه رغبة في أن يصلحها، ولكن لن يكون هذا إلا باحترام لغة الأرقام التي تحدد المربعات في ذهن الإنسان والمربعات في الواقع، فيصدر القرار متفقا مع الواقع ومتسقا معه ودافعا إليه. هذه مسألة بالغة الأهمية. ولذلك تريد جامعة القاهرة وهي صادقة في سعيها أن تتحول إلى جامعة رقمية تتعامل بالأرقام وتتعامل بالبيانات الصحيحة، حتى يعني يوفر لها مدخلا للانطلاق. أيضا جامعة القاهرة والعام السابق وهذا العام وغيره، يعني هي لم تتخلف أبدا عن الركب. كل أسبوع عندنا مؤتمرين دوليين، وعندنا ندوات ثقافية، وعندنا ندوات فنية. نحن نحتاج في الحقيقة إلى إعادة اكتشاف أنفسنا، يعني المصريون والعرب يحتاجون إلى أن يعيدوا اكتشاف أنفسهم، لا أن يظلوا في هذا المربع الخامل الذي لا يبارح الساعة التي يحيون فيها. نحن نريد أن نعيد اكتشاف أنفسنا من أجل مستقبل يعني أفضل. النهاردة المشاكل تحيط بالعالم العربي والإسلامي
ومصر في القلب منه، تحيط به المشاكل، وهذا كرب عظيم ولكنه فتح مبين. فإذا ما استدرك الإنسان أمره وأحس بأن خطرا يحيط به استجمع كل قوته من أجل أن ينهض، فإما أن ينهض وإما أن ينتهي. ولذلك نحن في لحظة تاريخية تستدعي استنهاض الهمم، تستدعي إنكار الذات. مش ممكن مجتمع ولا دولة ولا جامعة ولا كلية ولا معهد كل واحد يفكر في نفسه بس، كل واحد يفكر هو بياخد ايه. وده مسألة في الحقيقة سوف تؤدي الى الفناء، ان هو وغيره مش هياخدوا حاجة، مش هنلاقي حاجة. كل الناس لازم تفكر بطريقة جماعية وتفكر بطريقة علمية، مش يفكر بطريقة أنانية ويبص لنفسه فقط والآخرين. ويمكن في ديننا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ضرب مثلا لبعض الناس الذين استهموا على سفينة، وكل منهم لو إن واحد منهم قال ده السهم بتاعي وأنا حر فيه، طب أنا عايز شباك فيه، أو إن أنا عايز أشرب منه وبدل ما أقعد أطلع فوق وأنزل تحت، وإيه إيه ده؟ ما هو في ناس كده يعني يقول لك أنا لسه هطلع فوق وأشرب من فوق، لا أنا عايز أخرم هنا خرم المية تجيلي وأنا قاعد. فالنهارده ما ينفعش كل ده. ولذلك النهارده نحن حريصون ونحن شديد الأمل في أن تتحول هذه الأرقام إلى واقع يؤدي إلى تقدمنا. ولذلك يعني في حقيقة الأمر أؤكد على أهمية هذا المعهد الذي يجب أن ينطلق، والذي يجب أن يكون حاضرا في كل صغيرة وكبيرة في الجامعة وفي غير الجامعة وفي المجتمع المصري، يصرخ ويستصرخ الآخرين بالأرقام التي يجب أن نتفكر ونتدبر فيها. في النهاية بأرحب بزملائنا وأشقائنا من الدول الشقيقة والصديقة، وأتمنى لهم طيب الإقامة في مصر وجامعة القاهرة، وأتمنى لكم التوفيق. معلش أنا دايما بتكلم بالإحساس، يمكن الكلام ما يكونش كلام داخل في المؤتمر قوي، إنما أتمنى لكم التوفيق. والجامعة في حقيقة الأمر تحتاج منكم الكثير، والمؤتمر الذي نوه عنه سعادة العميد وهو مؤتمر قومي تحت عنوان التعليم هو مستقبل مصر، لأنه في الحقيقة لن تتقدم أمة إلا بالتعليم. ويمكن مهاتير محمد قال نحن أمة فقيرة، ولذلك يجب أن ننفق أكثر على التعليم. هنا لا يوجد تناقض، هذا هو الحل. ولذلك نحن في جامعة القاهرة منذ أول يوم قلنا لا حدود للإنفاق على البحث العلمي، وإحنا ما كانش عندنا ولا مليم. قلنا لا حدود للإنفاق على البحث العلمي وإحنا ما كانش في خزنة جامعة القاهرة ولا مليم. ولذلك في الحقيقة يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني في قرآنه ما يخرجش عن القيم الإحصائية والأعداد إلا القيم المتعلقة بالإيمان. يعني يقولك ما نقص مال عبد من صدقة، دي ما تخشش إحصاء، ما تخشش في مسألة إيه العد والإحصاء، لأنه ده مسألة إيمانية إنه الناس تنفق يجي لها فلوس تانية، ده من عند الرازق الوهاب، ده ملهاش دعوة بالإحصاء، مسألة إيمانية. إنما دي جزء من الحياة الذي يتعلق بالإيمان، إنما بقية الحياة تخضع لفكرة الأرقام والإحصاء والعدل. ولذلك النهاردة الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الأمثل، ولن تتقدم أي دولة إلا بالاهتمام بالتعليم والبحث العلمي. دي مسألة مهمة جدا. ولذلك النهاردة إحنا مش هنعمل مؤتمر، احنا هنعمل مؤتمر قومي، ويعني هنطلب رعاية السيد رئيس الجمهورية له لأهميته،
وسوف نستقدم فيه علماء من خارج مصر، وسوف يكون موسعا يناقش مشكلة التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الفني والتعليم الجامعي والدراسات العليا البحث العلمي. ولن يكون اهتمام المؤتمر بأنه هو يشرح المشكلة، المشكلة معروفة وعارفينها من زمان وشايفينها، زي مريض بينزف كل اللي يشوفه يقول لك بينزف، طيب نعمل ايه؟ يقول لك ده بينزف والدم كتير قوي، طب ما لا نعمل ايه؟ ولذلك المؤتمر مرور بعمل روشتة إجرائية إنقاذية للتعليم في مصر، نعمل ايه علشان يبقى عندنا تعليم فني جيد، نعمل ايه علشان يبقى عندنا تعليم قبل الجامعي جيد، نعمل ايه علشان يبقى عندنا، عايزين 1 2 3 4، ثم نضعها امام مصدر القرار لكي يكون هناك مسؤولية تاريخية امامه، تبقى وثيقة جامعة القاهرة لإصلاح التعليم في مصر تحت عنوان التعليم هو مستقبل مصر. هذا ما نرنو إليه، ونحتاج في الحقيقة اللجنة الموسعة اللي بنشكلها طبعا يكون فيها من معهد الإحصاء ومن جميع الخبرات في مصر وفي برا مصر، مش بس في جامعة القاهرة، ونرجو المعاونة في ذلك بالفكر أو بالمساهمة بأي أفكار، لأنه بهذه الأفكار يبارك الله عز وجل العمل، فالعمل الجماعي خير من العمل الفردي. أتمنى لكم يعني التوفيق، وأتمنى لعملكم أن يكون نافعا، والجامعة يعني تؤكد دعمها لكل عمل علمي يضيف إلى الجامعة ويضيف إلى مصر ويضيف إلى العالم العربي ويضيف إلى العلم، وأرجو أن يكون عملكم خالصا لوجه الله ولمصلحة هذا الوطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.